تتحقق الأحلام من أجلها والأمنيات.
ويروي أحد النبويين الإنجليز ويدعى كين روبنسون قصة ذات أثر. يقول فيها: في مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة وادي يسمى وادي الموت، ديث فالي. هذا الوادي عرف بأنه واديا قاحلا جديدا لا تنبت فيه نبتة ولا شجرة. وفي سنة 2004 هطلت عليه الأمطار، وبعد عام هرع الأمريكيون من كل الولايات المتحدة الأمريكية ليشاهدوا الظاهرة الغريبة فيه، وجدوا أن هذا الوادي قد اكتسى سجالة خضراء مليئة بالزهور. الشاهد في هذه القصة أن الإنسان يمتلك بذور الموهبة، فالذي تواكب ظروف الملائمة أو تسعفه قواه الفكرية والنفسية فإن هذه البذور تظهر وتنمو وترتفع شيطانها عاليا. أما الذي لا تواجهه الظروف المناسبة أو تخذله أفكاره وعزيمته عن إنمائها وإبقارها فإن قدره هو أن يتبع ظنه. يقول الشاعر الهندي طاغور: من يحمل المصباح خلف ظهره يرسل ظله أمامه فيمشي في الظلام. إن وجود نخبة من الملهمين في هذه الاحتفالية من فنانين وشعراء ومدربين وغيرهم ليعطي أملا عظيما لكل موهوب في أن الطريق وإن كان وعرا مفعوما مفعما للنصر والصبر فإنه ليس مستحيلا أن ينال المرء في نهايته مبتغاه. يقول الشاعر أمل دنقل: آه ما أقسى الجدار عندما ينهض في وقت الشروق، ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة ليمر النور للأجيال مرة، ربما لو لم يكن هذا الجدار ما عرفنا فيما تطول الطريق. أحييكم على هذه الروح الوطنية الخالصة التي عبرتم بها عن قوة شكيمتكم وبعد نظركم ومنطق فكركم، إذ أن الحقيقة هي أنه ما بنيت الأوطان وما تقدمت إلا على يد المبدعين الموهوبين، وأن الحقيقة التي يجب أن نعيها أننا نعيش عصر المعرفة حيث أصبح لأصحاب المواهب والقدرات الشهوة والشأن العظيم. يقول الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي: ليس لجميعنا نفس درجات الموهبة، لكن يجب أن يتاح لنا جميعا فرص متساوية لتطوير مواهبنا. أتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم الإنسانية، وأضع يدي في أياديكم داعما ومؤيدا، واثقا بأن الجميع هنا لا يختلف عني في ذلك، فوجودكم خير شاهد على ذلك. أعانكم العلي القدير على هذه الأمانة الوطنية الجليلة والمسؤولية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وسيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
لا في ثلاث دقائق أربع دقائق وأنت هنا تدشرون الفريق الجميل والرائع. هناك في الخارج شباب يستمتعون وبعضهم يفهمون، ولكن ربما بعد فترة زمنية ينتقدون. طبيعي جدا، علمت البشر بأن أذنه قابلة للسماع والصمم، وقلب قابل للذوبان والتجمل، وعقل قابل للجنون والحكمة. هكذا تستطيع أن تعيش بسلام بينهم. ريش الفنان لا ليس الفريق بريشة، ريش الفنان، ريش الفنان. للأمانة لأن الفنان يمسك ريشة لكي يلون صفحات أوراق، فالإنسان أيضا أمام صفحات الحياة، فلا بد أن يكون فنان. وإذا حاب تكون فنان لابد أن يضع أجمل بصمة لكي يقال دائما عنه بأنه رحل وترك الأثر. لما أقول رحل لا أقصد أنه يغادر الحياة. هنا في القاعة أنا متأكد، وتعاملت مع بعض الناس في القاعة هنا، أينما حلوا وارتحلوا، لما يجي خارج القاعة يقول لك فلان كان هنا. ليش؟ لأنه مميز ولأنه مبدع. لذلك أنا ما عندي شك بأن واحد منكم في هذه القاعة ما يملك موهبة وإبداع، ولكن البعض منا لا زال يفتش عن هذه الموهبة وهذا الإبداع. لذلك لم يظهر في العيان، وعلمني البشر أيضا بأن أعطي كل ما سمحتك الفرصة حتى ولو بدموعك وابتسامتك، فلا تعلم أي قلب سيشفق عليها. سأختم كلامي هذا في كلام مهم جدا للشباب اللي حاضرين. لذة الحياة وجمال الحياة ليس كلام قرار الله هذا، وإنما كلام خير البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم هو العطاء. واليوم تثبت جميع النظريات والإحصائيات وغير ذلك، ومن بينها كان مقال بسيط وقع في بين عيني قبل فترة زمنية لستيف جوبز، اللي هو يعتبر اليوم يعني من أشهر الرجالات الناجحة في العالم. ستيف جوبز لما مات يعني ترك حوالي 43 مليار دولار يعني ميزانية الدول. لكن ماذا يقول قبل وفاته؟ قبل وفاته في المستشفى ماذا يقول؟ اسمعوني زين ماذا يقول. يقول: وأنا على سرير المرض ومحاط بهذه الأجهزة تأكدت وأيقنت بأني ضيعت كل حياتي ألهف وراء الشهرة والمال والنجاح، ولو أن الزمن يرجع مرة أخرى لأعطيت أكثر وقضيت وقت أكثر مع من أحب وقدمت أكثر وضحيت أكثر. أمنيات ذلك الملياردير ما زالت واقع عندكم اليوم وفي القاعة. اعطوا أكثر وقدموا أكثر، وقضوا وقت جميل أنا تحبه لكي لا نتأسف على هذه الأيام الجميلة اللي نعيشها في الحياة. فريق الاستثناء ألف تحية لهم، شكرا لكم صلاة الشهري دائما سبحان الله. ليس مدحا، انا ما مضطر ان امدح احد او اجامل احد، وانما من باب اعطاء مثل الحق الحق. في محافل كثيره شاركنا فيها، وهناك سبحان الله رموز كذا في عمان تحصلوا مع الشباب دائما، مع الشباب ليس كلاما، شعارات كثيره، الشعارات والتغني بالدعم كثير، ولكن الواقع هنا في الميدان. الواقع هنا يحدث منهم مع الشباب حقيقه، ومن يتغنى مع الشباب. هذا الرجل ليس مدحا، دائما يجي محافل الشباب وداعم للشباب، فألف تحية لهذا الرجل وإلى المحاضرين. شكرا لكم، كل التوفيق للفريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا.
الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى كان لي شرف رعاية تدشين فريق ريشة فنان، وهو فريق شبابي يعنى بالوقوف وراء الشباب الموهوبين، أصحاب المواهب، أصحاب القدرات، الشباب المتميزين الذين هم بحاجة دائما إلى من يقف إلى جانبهم وينير لهم الطريق ويرشدهم إلى الوجهة الصحيحة لكيفية استغلال ما حباهم الله سبحانه وتعالى من مواهب وقدرات وذخائر حتى يكونوا مبدعين بشكل متميز وبشكل أفضل في القادم من حياتهم، وأيضا حتى يستطيعوا أن يحققوا أحلامهم وطموحاتهم من خلال الاستفادة الصحيحة ومن خلال توظيف هذه المواهب وهذه الإمكانيات بالطرق الصحيحة السليمة، وأن يخطوا خطوات منهجية في سبيل الارتقاء بهذه المواهب. فحفل اليوم كان حفل بهيج، شاهدنا فيه تنوع في المواهب بين موسيقى وبين شعر وبين مسرح وبين إلقاء
وهكذا هو الـ هو الـ يعني هكذا هي المواهب، وهكذا هم الشباب، دائما هم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم ومن يعتني بهم. فطبعا هؤلاء الشباب لم يعتمدوا على وجود مؤسسات رسمية تقف إلى جانب هؤلاء الشباب، إنما بادروا من ذات أنفسهم إلى الوقوف مع إخوانهم ودعمهم بما يستطيعون من إمكانيات، وأن يرتقوا بهم إلى مصاف المبدعين العالميين الذين يشرفون بلدانهم في المحافل والمعارض العالمية، وأن يكونوا خير سفراء لأمتهم. فأحيي هؤلاء الشباب، أحيي روحهم، وأحيي إبداعاتهم، وأحيي أيضا الجهود التي بذلوها من أجل إنشاء هذا الفريق. هذا الفريق كما علمت مكون من شباب من مختلف الكليات وأيضا من مختلف القطاعات، وأشكر جميع من دعم هذا الفريق من شركات راعية ومؤسسات، وشكر أيضا لكم قناة سند على تواجدكم هذا اليوم. في الحقيقة أنتم تبرهنون أيضا بأنكم موجودون في الحدث، وأنكم بالفعل فعلا لا قولا تدعمون جهود الشباب، وهذا ما نحتاجه نحن من الوسائل الإعلامية، أن تقف دائما مع الشباب وأن تظهرهم إلى العلن، حتى يكونوا شباب منتجين قادرين على المساهمة بصورة صحيحة وفاعلة في بناء مجتمعاتهم ونهضة أمتهم. شكرا لكم. الأمانة مثل هذه الفعاليات تخلي الواحد يحس أن الدنيا بخير، وتخلي الواحد يشعر بأن شبابنا بالفعل فيهم خير، لأن كل مرة فريق، كل مرة فكرة إبداعية جديدة، كل مرة في هناك طاقات تحب الفعل تترجم إلى واقع، إلى سلوك ملموس، وأيضا لتصحيح ربما سلوك خاطئ بآخر صحيح، أو دعم موهوب غير ذلك. لما تشوف مثل هذه الطاقات تحس بأن الجهود اللي بذلت يعني مدة 45 سنة في النهضة لم تذهب هباء منثورا، فهناك شباب بدأ يحصد ثمار هذه النهضة، هناك شباب بدأ يشعر بالمسؤولية كيف ممكن بالفعل يساهم في بناء هذا الوطن. اليوم ما أصبح فقط هم الشاب العماني نفسه فقط، لا، أصبح اليوم هم الشباب العماني أيضا كيف ممكن يمد يد العون للشاب الآخر الذي عنده موهبة ربما وبحاجة تصحيح مسار أو بحاجة لشحذ همة. فمثل هذه الفعاليات يعني الواحد يشعر فيها بالفخر وبالارتياح والطمأنينة، فنسعد كثير بمحضر هذه الفعاليات. راجع التوفيق لهم وكل الإبداع والتوفيق بالفعل لهذا الفريق، وأتمنى بالفعل يكون اسمه على وسمى ريشة فنان، فالفنان يبدع في الصفحات الأوراق، وأتمنى الفريق هذا يبدع في صفحات الحياة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، اليوم حفل افتتاح تدشين فريق ريشة فنان كان حفل جدا رائع، حفل مميز. نحيي مثل هذه الفرق التي لها بصمة كبيرة في المجتمع وفي إنشاء جيل وواعي وفاهم وفنان، ويعني يحظى بمواهب كثيرة. بصراحة الحفل كان جدا جميل ورائع، في العديد من المشاركات، في العديد من الفقرات، في العديد من المواهب، وعسى ربي أن يوفقهم ويوفقنا جميعا، وبارك الله فيكم. أهداف الفريق بشكل عام هو يستثمر المواهب، هذه المواهب نحن نستثمرها لتكون عائد مادي للأفراد اللي موجودين معنا، اللي هم بالأصح الأعضاء، ومن ثم للأسر المعسرة وللأيتام. من هنا نحن بنكون ضربنا عصفورين بحجر، اللي هو العضو ينمي موهبته، ومنها ناخذ أجر وثواب. في البداية لازم يتأسس كل عضو في الفريق تأسيس صحيح، اللي هو عن طريق ثلاث مناهج نحن وضعناها، اللي هي المنهج الأول اللي هو علم نفس، لازم نغرس فيهم الشخصية الكاريزما. ثاني شيء اللي هو عندك كتاب أو منهج اسمه كوب ممتلئ، هذا الكتاب اللي هو يتكلم عن الشخصيات المشهورة اللي كانت بدأت من الصفر وكانت ولا شيء وبعد وفاتها صارت شيء عظيم، مثل شكسبير. عندك أن نكون فريق عامل ضجة، مثل ما تقول عنده مثل مشاهير السوشيال ميديا، نحن نريد نبدأ من السوشيال ميديا عشان كل واحد لما يشوف نفسه أنه خلاص صار من مشاهير السوشيال ميديا بيكون كل الناس بتجي
تحاول انها تتقرب منك تدعمك بدون ما تتعب انك تدور على الدعم، هما بنفسهم يدعموك. بالنسبه للرؤيه المستقبليه انه يكون كل عضو في الفريق ما محتاج لاي حد، ما محتاج لاي جهه تنمي موهبته، هو يقدر ينميها ونقدر نحن نغرس فيه انه ندفع للامام. كل ما دفعت للامام يشوف نفسه انه هو افضل، يقدر انه ينتج اكثر. ما بتجيك اللي هي الابداعيه من نفسك، في بعضهم يحسون نفسهم انهم مبدعين بس ما عارفين كيف يطلقوا هذه الطاقه اللي داخلهم، فنحن نحاول ان نكون دافعين لهذه الطاقه.